ضربت الخضر على خضر، عيطت غفلة على غفلة، ديت من ديت، وخلات ما خلات. ولدي وليدي مهدي، ولدي وليدي مرضي، مسكين وصاحب المساكين. واليوم وليدي كرموني فيه وضيعوني فيه، وولدي وليدي رافد همي ورافد هم قلت صحتي ورافد دوايا ورافد كل شيء. وولدي ما يبيعني لا بالقليل لا بالكثير، وانا ما كنبيعو حتى بوحده. عيط كيفرح قلبي، وبدي كيسول فيا كيفرح قلبي، وبنسمعو نصيبو بخير وعلى خير، كنسيبو بخير وعلى خير، كنسيب فرح قلبي. وبدي يقول لي نسول على وليداتي، يقول لي امي والو باسكين وفرحان ولدي وجاي عدي. واليوم وليدي راه جاني في صندوق، ما هو داير عار، ما هو وليدي داير عيب، ما هو كيف عدو شر، ما هو غايب القهوه، ما هو غايب البار، ما كيبرك حتى في حاجه، راه مصلي وقاعد بطريق الله وجسمه ويمشي يجيب العيش لوليداته، شويه ياكلوا شويه يرسلوا ليا. قدر الله، تمنى فيه يجي وجاني في صندوق، تمنى فيه طلع ليا وجاني صندوق. وانا من المسلمين كاملين يسولوا لي في هذه القضيه ديال ولدي، راني جرحوني فيه وشواوني فيه وراني ضيعوا لي نصي كامل حيدوه. واليوم وليدي راني كنطلب كاع الجاريه المغربيه يسولوا لي في قضيه ولدي. اليوم وليدي رجع في سيدي ربي، وانا متايبه ليه، وانا ولدي غالي وربي حسن مني فيه، وانا ولدي درواش وخلى وليداته صغار وخلى مرتوق وخلى ما حالو، وولدي باقي شاب وخلى وليداتو صغار، وكاين الله والباقي الله واز الخوت والخوت والحباب، ولا ما سقولوا لقى في قضية ولدي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند العائلة ديال المرحوم محمد. محمد قصة ديالو ألمت عدد كبير من المغاربة. محمد شاب طموح، بدا المجال ديالو بالرياضة، توفق في عين سبع في كرة القدم، من موراها مشى لبرا حوالي 20 سنة هو في سبليون. مشاهدينا الكرام، البارح العائلة ديال محمد في المغرب كتسلم الجثة ديالو. سي عبد العزيز، إلا كان ممكن تعاود لي القصة ديال أخ محمد، الله يرزقكم الصبر يا ربي، أنتم تسلمتوه في المغرب البارح والبارح دفنتوه، عاود لي القصة ديالو من الأول، كيفاش كان في عين السبع، كان في الكورة، كيفاش مشى 20 سنة هو تما، توفق في بزاف. كما قدمتم أنه كان شاب طموح وكان رياضي وكان في الدفاع ديال عين السبع، ومن بعد توفق انه مشى للديار الاسبانيه وما خداش الاحتراف كلاعب، وكون مع الاصدقاء ديالو تمايا واحد نادي او ما نسمي باكاديمي ديال استقطاب بعض الشبان اللي كيقدموهم للفرق. هكذا كانت الحياه ديالو، وما مكتفيش فقط بهذا الشيء، خدام على وليداتو ودار رخصة ديال سياقة الطاكسي اللي كان خدام بها حتى وفاته المنية، غدرا وليلا من طرف أشخاص مجهولين اللي ركبوا معاه بعد ما ندوا عليه في الليل مع جوج ونص ديال الليل باش يديهم لشي بلاصة ما عرفناهمش، واش واحد ولا جوج ولا ثلاثة، إلى يومنا هذا ما عندناش العدد الحقيقي. طلعوا معاه في السيارة ومن بعد اختلوا به في شي منطقة من مدينة ليريدا، وطعنوا في الظهر ديالو في العنق ديالو زيادة على ضربة قاتلة في القلب، هي اللي على ما أظن أنها كانت السبب في الوفاة ديالو. ضربوهما مع جوج ونص ديال الليل ونقلوه للمستشفى بهذيك المدينة، حيث توفي على الساعة 5:30 صباحا. ومن بعد تلقينا احنا الخبر ديالو هنايا من بعد الوفاة ديالو تقريبا بشي ساعة او هكذا، تقريبا اليوم 15 يوم باش كانت هاد الواقعة.
وتسلمنا الجثة ديالو بعد انتظار طويل ومعاناة و ما شاء الله، بعد معاناة وهاد الأيام كلها وحنايا لا نعاس لا حتى شي حاجة، حتى تسلمناه بالأمس وديناه المتواه الأخير ديالو في مقبرة الغفران. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قضاء الله وهذا قدره، الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. سي عبد العزيز، فيما يخص الابحاث، شنو المعلومات اللي توصلتوا بها؟ هذه 15 يوم، شكون اللي قتلوا؟ اسباب المسببات، او شنو الخيوط ديال هذا الملف اللي قدرتوا توصلوا له الان؟ لا نكذبكم قولا انه الى يومنا هذا لم نتوصل باي معلومه في هذا الصدد. نعم، هو مزوج، عنده زوجه وعنده جوج وليدات. نعم، متزوج بشابه مغربيه من أصول مغربية، كتعيش هي مع والديها تما، وعنده زوج وليدات نوح وأيوب، اللي الأول عنده 3 سنوات والثاني عنده 4 شهور. نعم. شنو الجواب ديالها؟ كتواصل معاكم متبعه الأبحاث، شنو كيقولوا ليها؟ يعني رجال القانون تما الإسبان فين وصلوا في هذا البحث ديال هذه الجريمة؟ معلومات طبعا نتواصل معها يوميا، وكتواصل معها حتى الشرطة أنهم كيستدعوها كلما استجد جديد، كيستدعوها وكيجلسوا معها. وكانت غيرات المحامي الأول لأنه شاف القضية غادية بطيئة بزاف، وغيرات المحامي الأول ودات محامي تاني، وباقي الأمور ما كاين حتى شي جديد. نعم، إذا كان ممكن السي عبد العزيز قبل ما نمشي عند الأم تعطيني شنو المعلومات اللي قالت لك هي عن القصة، ملي تكلمت معكم بعد الواقعة شنو قالت لكم؟ وما نكذبش عليك، ما كاينش زعما شي حاجه اللي كتعرفها هي يا وباقى سر، ما كايناش، ما كلشي ما عندها حتى شي معلومات زعما والو، داكشي اللي كاين هو هادشي اللي قلت لك فقط. شكرا لك. غادي نشوفوا الام مشاهدينا الكرام مرابحه، الله يوفقها، الله يعطيها صحيحتها، اكثر من 78 سنه، هادو وليداتها، الله يرزق الصبر. امي مين ولدي؟ ها وليدي يا امي، داكشي اللي بغيتي تقولي قولي. واش غنقول لك ولدي؟ ضربت القدر عغدر، عيطت غفله عغفله، دات من دات، وخلات ما خلات. ولدي وليدي مهدي، ولدي وليدي مرضي، ولدي وليدي ما صاحب عيب، ولدي وليدي ما صاحب عار، ولدي وليدي ولد مسكين وصاحب المساكين. واليوم وليدي كرموني فيه وضيعوني فيه، وولدي وليدي رافد همي، رافد هم قلت صحتي، ورافد دوايا، ورافد كل شيء، وولدي ما يبيعني لا بالقليل لا بالكثير، وانا ما كنبيعو حتى بوحده. بدي عيط كيفرح قلبي، وبدي كيسول فيا كيفرح قلبي، وبنسمع نصيبو بخير وعلى خير، كنصيبو بخير وعلى خير، كنفرح قلبي، وبدي يقول لي نسول على وليداتي، يقول لي امي والو باسكين، وفرحان ولدي وجاي عدي، واليوم ولدي راه جاني في صندوق. واليوم راني كنظلم الله والنبي رسول الله والخوت المسلمين اللي هما في دمهم تاع الاسلام، الى ما ونظلم الملك محمد السادس، رام المواطنين عادوا يتباعوا يجيو في الصنادق، رام عادوا يذبحوا يجيو في الصنادق، الى ما يسقوا ليا في قضية ولدي وشوف ليا قضية ولدي، واشنو قاتلوا مسلم ولا يهودي، واشنو هودي ولا برتقيزي ولا اجنبي ولا منين دولة. اليوم راهم قتلوه وطعنوه، ولدي صغير وخلى الصغار، ولدي شاب وخلى الشبان، وضيعوني في ولدي وليدي، وكرموني في ولدي، وولدي ما يتبع ما يتعطاق، ولدي وليدي غالي، ولدي وليدي ما رخيصش عليا، ولكني الكريم عز مني فيه، راه عز مني فيه. واليوم وليدي نطلب الله وام الجاريه المغربيه، راه عا كي جرى لولدي جرى ليكم، ردوا ونوضوا وفيقوا، راه بلاد العدو عاعدوا. ركضوا وفيقوا، فيقوا وتقولوا على روسكم، وتقولوا على اللي جرى لي هذا المجري، ما هو داير عار، ما هو وليدي داير عيب، ما هو كيف عنده شر، ما هو غايب القهوة، ما هو غايب البار، ما كيبرك حتى في حاجة، راه مصلي وقاعد بطريق الله، وجسمه ويمشي يجيب العيش لوليداته، شوية ياكلوا وشوية يرسلوا ليا، واليوم وليدي هذا قدر الله، هذا قدر الله، تمنى فيه يجي وجاني في صندوق. تمنى فيه طلع ليا وجاني صندوق. واليوم وليدي انا طالبه من الله ومن الملك محمد السادس
وهو راني كنطلب في القانون ديال ولدي وهو يسقلو عليا، لا من الحكومه ديالنا ولا من الحكومه ديال هي ولا من المسلمين كاملين يسقلو لي في هذه القضيه ديال ولدي. راني جرحوني فيه وشواوني فيه وراني ضيعوا لي نصي كامل حيدوه. واليوم ولدي راني كنطلب كاع الجاريه المغربيه يسقلو لي في قضيه ولدي، راه هاك يجرى ليه هو راه يجرى الاخر ويجرى الاخر. ونطلب من الله ملك البلاد والعباد وملك المؤمنين وملك المساكين محمد السادس، وعاش الملك وعاش الملك وعاش محمد السادس. ونطلب من الله ومنك ولا ما تقول لي في هذه القضيه ديال ولدي، وراني باغاه وحاجه ورا ربي عز مني فيه، ولكن يرى العدو راه العدو غدرو غلب عليه، راه العدو راه دروغ دفعي. واليوم ولدي رجع في سيدي ربي وانا متايبه ليه، وانا ولدي غالي وربي حسن مني فيه، وانا ولدي درواش وخلى وليداته صغار وخلى مرتو وخلى محالو، وولدي باقي شاب وخلى وليداته صغار، وكاين الله والباقي الله واز الخوت والخوت والحباب. ولا ما تقولوا لي في قضيه ولدي، ولا ما تقولوا لي في قضيه ولدي والخوت والحباب ومن فيهم قلب قلب الرحمه، ولا ما تقولوا لي في قضيه ولدي. وانا بغيت هذه الحكومه ديال المغرب الى ما تململ وتسقل ودي تسقل في الجارية وتسقل في الجارية المغربية وتسقل في الجارية المغربية، راه عاك يجرى لولدي يجرى الاخر يجرى الاخر. ونطلب من الله والنبي رسول الله الى ما يسقلوا الى ما يتسقلوا لي في ولدي الى ما تقتلوا لي في ولدي. راني باغاه ومحتاجه به، ولكني الله حكم فيا فيه، الله ضيعني فيه، وحمدت محمد وحمدت سيدي ربي وحمدت سيدي ربي وحمدت الله تعالى. ونطلب من الله منكم الخمسة الله يفرج عليك يا ربي، الله يرزق الصبر. المهم مشاهدينا الكرام يتنور الرأي العام أكثر، يعني أي واحد سمع الأم أمور واضحة. مشاهدينا الكرام ليتنور الرأي العام أكثر في الموضوع، مجموعة من النقط اللي غادي نشوفها مع الأخ، والله إلا ارتبكت وحق الله العظيم لأن الكلام ديالها الله يسمح لنا من الوالدين، مجموعة من النقط في الموضوع غادي نشوفها مع السي عبد العزيز إذا كان ممكن سؤال جواب. الاسم الكامل ديال المرحوم محمد زريقة، فاش تزاد تاريخ الزياد ديالو؟ 1978. المدينة اللي كيعيش فيها في الإسبان؟ مدينة ليريدا محافظة برشلونة. عنده زوجة وعنده جوج ديال الوليدات؟ تماما، مزوج بشابة مغربية وعنده زوج وليدات منها. غادي نوضع رقم الهاتف ديالك في الشاشة والنداء كنوجهو للمغاربة وكذلك الجالية المغربية بشكل خاص انطلاقا من الطلب ديال الام. الله يوفقك السي عبد العزيز. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه كتالم، ام تتكلم عن الابن ديالها اللي صراحه له مواصفات خاصه في ابناء الحي في الجوار في الاسبان كذلك، هو حتى واحد ما كان كيتوقع انها تكون النهايه ديالو بهالطريقه، ولكن القضاء القدر. مشاهدينا الكرام غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال السي عبد العزيز اللي تنور الرأي العام أكثر في الموضوع، واستجابة للطلب ديال هاد الأم، النداء ديال الجل المغاربة والناس ديال الإسبان ولا أي دولة مجاورة اللي قدر يساهم بأنه يتم البحث في هذا الملف، يساعدوا هذيك الزوجة ودوك الوليدات وكذلك ينوروا بها العائلة من أجل حيثيات هاد القضية. ما هي ظروف وملابسات الواقعة؟ شنو هي الطريقة اللي تقتل بها محمد وعلاش؟ هذا هو السبب. مشاهدينا الكرام حوالي 15 يوما باش وقعت الواقعة، وأخيرا سلموا الابن دفنوه في الشهداء في الدار البيضاء، ولكن الأم لا زالت تبحث عن السبب ومن ارتكب هذا الفعل الإجرامي. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.